السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. ومزاد جديد وسيارة مختلفة في مزاد صفقة لمدة 4 أيام، ميني كوبر موديل 75 يا أخوان. الموديل 75 عليها لوحات سعودية، السيارة مجددة بالكامل، صبغ وداخلية، ويوجد مكيف كذلك، واللون مميز. راح تنزل في موقع المزاد، راح نوريكم جميع التفاصيل، نضيف لكم صور أكثر، نوريكم السيارة من أسفل. طبعا هذه معروفة اللي يسموها سيارة مستر بن، بما أنه هو ساقها، هي من السيارة بس هو ساقها في أكثر مسلسلاته. طبعا فسيارة جميلة، ألوان عليها جميلة، راح تنزل في مزاد صفقة. الشيء الحلو عندنا اللي بيسأل أنه نوريك السيارة بالكامل، نوريك السيارة على الرافعة، نصور لك السيارة، أي ملاحظات، أي شيء راح تشوفها في تقرير المزاد. الشيء الحلو أنها فيها لونين كذلك. داخلية نوريكم الداخلية، هذه داخلية السيارة، مكيف كذلك، غير عادي يا أخوان. فرش من هنا لون أخضر، تنجيد جديد، طبعا المالك مغير تقريبا، جدد السيارة بالكامل، فمغير فيها أشياء كثيرة. عندكم الرادي هنا موجود أفتر ماركت زي ما أنتم شايفين. راح نشغل لكم السيارة بالكامل، تطلعوا على السيارة، سيد خلفي. السيارة ما شاء الله تبارك الله لا يوجد ملاحظات، تقدر تستخدم وتمشي. عندكم الربلة هذه يحتاج لها تثبيت هنا أو أنها ما تثبتت. راح نوريكم الماكينة، الماكينة طبعا 4 سلندر، ماكينة صغيرة. أوريكم السيارة بالكامل يا أخوان، تستمتعون. سيارة جميلة عليها لوحات سعودية كذلك. هذه ماكينتها طبعا، ما شاء الله تبارك الله. أي سؤال أي استفسار يا أخوان، راح يعني يتواصلوا مع الأرقام على الواتساب في المكتب، يردوا عليكم الشباب. أي صور إضافية يحتاجها العميل، الشباب راح يوفرونها لكم. وأبد اللي حاب يجي يفحص السيارة على الطبيعة يا مرحبا، علما أنه يوجد تقرير، فالتقرير يعني يغنيك عن الجية، لكن كذلك يحق لك أنك تجي. هذا بعض الغرة زي ما أنتم شايفين. راح نوريكم السيارة بالكامل وتشوفوا جميع الصور والفيديوهات، ونسوق لكم السيارة الآن. طبعا عندكم هذه الشنطة الخلفية زي ما انتم شايفين. الآن راح نسوق لكم السيارة ونشغل المكيف كذلك. نشغل لهم المكيف. هو تبع هذا؟ ايه. السيارة ما شاء الله تبارك الله، هذا المكيف يشتغل من هنا، دفع الهواء تمام. الآن نسوق السيارة، الأنوار شغالة يا أخوان. الإشارات شغالة. الإشارة يمين شغال. شوف صغرها جنب المرسيدس ما شاء الله. وفي واحدة ثانية راح تنزل عندنا كذلك مزاد إن شاء الله. هذا الفيديو بالكامل، راح تشوف الفيديو الآن على السيارة من أسفل الرافعة، وراح تشوفوها في الموقع. اي سؤال اي استفسار حياكم يا اخوان. طريقه المزاد عن طريق الموقع الالكتروني صفقه.sa. يا مرحبا، نشوفكم على خير ان شاء الله. طيب يا اخوان، والان راح نوريكم الميني كوبر من اسفل، ونذكر لكم جميع الملاحظات ان وجدت. في عندكم هنا شويه ترشيح قديم على الركب العلويه والسفليه، يعني شحم قديم يا اخوان زي ما تشوفوا، ما في اي مشاكل. الماكينة ما في تهريبات زي ما تشوفوا من هنا، لا يوجد أي تهريبات. العضلات الأمامية تمام، ما فيها مشاكل، لا يوجد تهريبات بشكل عام في السيارة كاملة يا أخوان. هذه أرضية السيارة من أسفل،
عندكم حكة بسيطة هنا في أسفل دبة الشكمان لا تأثر. عندكم الجزء الخلفي هنا لا يوجد مشاكل. هذا الجزء الخلفي هنا زي ما تلاحظوا في الكاميرا الخلفي لا يوجد أي مشاكل أو قص أو لحامات، وهذه كانت حالة السيارة بالكامل من الأسفل.